يا مساء الفل على كل حبايبنا اللي بيتابعونا من كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من لقمه هنيه. النهارده هنستخدم سمك الماكريل في وصفتين مختلفتين. انا بحب سمك الماكريل جدا، وسمك الماكريل من الاسماك الغنيه بالزيوت الطبيعيه، سمكه مفيده جدا وشهيه جدا من وجهه نظري. هي فعلا سمكه شعبيه وموجوده وبتتباع في الاسواق، بس هي قيمتها عاليه جدا كمان، هنتكلم عنها النهارده بالتفصيل. انا هعمل بيها وصفتين مختلفتين، هعمل وصفه سمكه الماكريل بالبسله والجزر، تستغربوش طعمها حلو جدا، هنشوفها سوا. وهعمل وصفه سمكه الماكريل بالهريسه والزيتون، وهنشوف ازاي هنقدمهم. هنقدم الوصفتين دول مع الشعريه بالزبده والبصل، ونشوف هتتعمل ازاي وهتتقدم ازاي. وصفات النهارده شهيه جدا ولذيذه جدا وغير مكلفه. هنطلع فاصل، بعد الفاصل هرجع لكم هنشوف ازاي هنعمل كل وصفه من الوصفات دي. استنونا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانيه، رجعنا من الفاصل علشان نطبق الوصفات اللي اتكلمنا عليها في المقدمه. تعالوا نبتدي بوصفه الشعريه، نبتدي بيها، نسيبها على النار تستوي لانه السمك في النهايه ما بياخدش وقت في التسويه. يلا بينا، تعالوا نقول مقادير الشعريه. مقاديرها كالتالي: زبده مقدار 3 معالق، شعريه مقدار كوبايتين، ثوم مفروم معلقه واحده، بصل مفروم بصله صغيره، مرقه 3 كوبايات مرقه، ملح وفلفل اسود. تعالوا نشوف هنعمل الشعريه ازاي بالظبط. هجيب الزيت واحطه في الحله، واحط عليه الزبده. تعالوا نشوف ازاي نعمل شعريه بسرعه جدا وحلوه جدا في نفس الوقت. هاجي هنا هنزل الزبده، واسيب الزبده كده تسيح، واروح اجيب الشعريه اخليها جنبي. ودايما لما باجي اعمل شعريه انا هحط بصل وتوم، جميل، ما ينفعش اشوح البصل والتوم وبعد كده احط الشعريه، لان كده الشعريه مش هتاخد لون. فلازم احط الشعريه احمرها، اوصلها للون البني الفاتح او الذهبي الغامق مثلا، وبعدين احط البصل اشوحه والتوم كمان عليه. نعمل ايه؟ هننزل دلوقتي هنا كده بالشعريه ونديها كده تقليبه. التقليب المستمر مع الشعريه مهم جدا، ندي كده تقليب، عايزين لون حلو للشعريه. نشوف ده مع بعض حالا دلوقتي واحنا شغالين. نستمر في التقليب لغايه ما نحصل على لون جميل. حلو جدا. هنقرب مني بقى المكونات: بصل والثوم والمرقه. ينفع نسويها بميه؟ ينفع طبعا، بس المرقه تدي طعم اغنى وطعم اقوى، خصوصا ان الشعريه ما فيهاش مكونات اخرى، او الشعريه اللي انا بعملها دلوقتي دي ما فيهاش مكونات اخرى، ما فيهاش مثلا نوع من الخضار، فاصوليا مثلا او بسله او نوع من الخضار فهيدي طعم الخضار، ولا فيها نوع من البروتين سواء لحمه مفرومه او فراخ او لحمه او سمك، يعني هي ما فيهاش حاجه غير الشعريه نفسها. فعشان كده هضيف لها مرقه احسن ما اضيف لها ميه. طب ندي كده تقليبه عشان نحمر الشعريه كويس. يلا بينا، تقليبه كده حلوه. الشعريه بدات لونها يبقى ذهبي، جميل جدا. نقلب باستمرار عشان كل وحدات الشعريه تبقى واخده نفس اللون، مش عايزين الوان مختلفه. بدأنا كده نحصل على لون جيد. دلوقتي نقدر ناخد البصل وننزل بيه هنا ونشوح مع البصل. هنسمع صوت الزقزقة لأن البصل فيه نسبة من المية، مع ريحة البصل هتطلع بقى وتظهر. وطبعا التوم بيتحط آخر حاجة، التوم بيتشوح بسرعة جدا ولو ساب زيادة على النار بيتحرق، فعشان كده أنا هخلي التوم آخر خطوة في الشعريه او في تسويه الشعريه دي. كده تقليبه حلوه. الريحه حلوه جدا. بصوا كده لون الشعريه فاتح.
هديه لكم، احمد هيجيبه لكم دلوقتي. يلا اللون الشعريه الذهبي فاتح كده زي ما انتم شايفين. يلا نستمر في التقليب، كفايه كده تقليب. ناخد الثوم ننزل بيه هنا، وما حطيناش الملح والفلفل، فهناخد كده رشه صغيره من الملح لان احنا هنضيف مرقه، رشه صغيره من الملح لان احنا هنضيف مرقه، وفلفل اسود. تقليبه يلا. دلوقتي نقدر ان احنا نضيف المرقه، وفي الشعريه لما بنيجي نسويها بنحط مرقه لغايه بس ما تغطي، او نحط ميه ايا كان السائل سواء مرقه او ميه بصرف النظر، انا اقصد هنا كميه الميه لغايه ما تغطي الشعريه بس، ما بنعملش زي الرز، الرز بنزود ميه ازيد من الرز بشويتين ثلاثه، ما بنعملش كده بقى في الشعريه. بس كده حلو جدا بالنسبه لي، هنغطي عليها ونسيبها تتشرب وبعدين نوطيها. هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا نتكلم على وصفات السمك اللي احنا هنعملها النهارده. يلا نقرا، يلا نشوف مقادير وصفه سمك بصوص البسله والجزر. يلا بينا تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي بالظبط. يلا المقادير كالتالي: سمك ماكريل، هستخدم سمكتين انا في الوصفه دي، سمك ماكريل، كوبايه بطاطس مبشوره، كوبايه جزر مبشور، نص كوبايه بصل مبشور، كوبايتين بسله، كوبايه زيت زيتون، ملح وفلفل، ومعلقه جنزبيل باودر. مقادير لطيفه جدا وبسيطه، تعالوا نشوف ازاي هنحصل بيها على طعم حلو، ازاي هنوظف المقادير دي عشان نطلع وصفه حلوه من الماكريل. طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بس تعالوا نجيب بس كده ايه جلوفز ونروح نشوف ازاي هنعمل الوصفه دي. انا جبت طاسه مبدئيا حطيتها هنا على النار، وهحط معلقتين من الزيت واسيبهم كده يسخنوا على ما نلبس الجلوفز ونمسك السمكه نقطعها ونخش على الوصف. حطيت مقدار معلقتين كبار من الزيت، انا حطيت زيت عباد شمس. يلا بينا. يلا هجيب سكينه وهاجي هنا هجيب السمكه. سمكه الماكريل في الوصفه دي انا مش هسويها وهي كامله كده، انا عايز اقطعها ومش هخليها، انا عايز اقطعها جزل. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي. هنجيب كده السمكه ونبتدي نقطع فيها قطع كده. كده قطعنا السمكه بالكامل اهي. ناخد واحده كمان عشان احنا هنعمل سمكتين في الوصفه دي، وسمكتين في الوصفه الاخرى. سمك الماكريل من السمك، السمك عموما ما بياخدش وقت في التسويه، وخاصه الماكريل، الماكريل بياخد وقت بسيط جدا علشان يكون استوى كويس. بقى عندي اهي خلاص القطع السمك، السمكتين اهم. عندي هنا الطاسه بدات تسخن، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايز هنا اجيب اناء متوسط الحجم واحط فيه قطع السمك دي. شايفين السمك شكله عبقري جدا. واخد رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود هنا ورشه من الجنزبيل اللي في الوصفه. تعالوا بس كده ايه، الميه نشفت بتاعه الشعريه فزودت شويه ميه، نديها تقليبه ونسيبها تكمل تسويتها. لازم نوطي عليها بقى كمان. نشف بس البوتاجاز. ممكن نحط كمان الشعريه على العين الصغيره خلاص، ونستخدم العين التانية اللي احنا مش محتاجين خالص الشعرية، لو بصينا عليها خلاص هي قدامها حاجة بسيطة جدا وتكون استوت. شايفها يا ابو حميد؟ ممكن تجيب لنا الشعرية كده قبل ما نقفل عليها. بس خلاص هنغطي عليها ونسيبها لمدة 10 دقايق هتكون استوت وجهزت. عملنا ايه هنا؟ تعالوا نرجع تاني للسمكة.
الماكريل حطينا عليها ملح وفلفل وجنزبيل، بس هنعمل ايه؟ هنقلب. حلو. طب وبعدين هنعمل ايه؟ هنجيب قطع السمك ونحطها كده. وهنسيب السمك على النار هنا ياخد لسعة، ياخد كده ايه شوية صغيرة، وبعدين نشوف هنعمل ايه تاني. بدأ يبان ريحة التشويح بتاعه والشوي بتاع السمكة. ممكن نقلب بقى السمكة على الناحية التانية، كل واحدة فيهم كده ايه نقلبها. في ريحة السمك حلوة جدا. يلا نديها كده ايه تقليبه، نخلي النار زي ما انتم شايفين كده. انتم مش شايفين طبعا درجه الحراره، بس النار المفروض تكون درجه حرارتها متوسطه في الخطوه اللي انا بعملها دي. حلو. عندي هنا بقى دول السمكتين اللي احنا مقررين ان احنا هنعملهم بالبطاطس والبسله والجزر. تمام. الاول بخلي السمكه تاخد تشويحه من جميع الجوانب، هبتدي بقى اقلب لغايه ما اطمن ان السمكه من جميع الجوانب بتاعتها اتشوحت. هنقلب كده السمكه و فضلتش غير حاجة بسيطة جدا لغاية ما نضيف المكون التالي. هجيب بقى طبق، وليكن الطبق ده كده مثلا، واخد قطع السمك دي احطها هنا، واحمد هيجيبها لنا كده او طه هيجيبها لنا، ونشوف بعد ما خدت التشويحة بقى شكلها عامل ازاي ولونها عامل ازاي كمان. في نفس الطاسة دي اروح جاي هنا جايب البصل، وانزل هنا بالبصل وعلي درجه الحراره، لاني خلاص بقى هشوح دلوقتي. الاول ما كنتش عايز اعلي درجه الحراره على السمك، دلوقتي انا حطيت البصل بشوح. ازود شويه صغيرين من الزيت يساعدني في التشويح. هضيف الجنزبيل الباودر، ملح، فلفل اسود، واقلب واشم الريحه الجميله، ريحه الجنزبيل مع البصل. اجي هنا اخد البسله اللي مسلوقه ثلاث ارباع سلقه، واخد الجزر المبشور نديه تقليبة، مع البطاطس المبشورة. لازم بس البطاطس المبشورة نعصرها، فأنا هاخدها هنا كده عند الحوض وأروح جاي عصرها كويس، وأروح جاي حاططها هنا. شايفين خضروات متكاملة، جزر، بسلة، بطاطس، بصل، قيم غذائية حلوة جدا. ندي تقليبة كده لطيفة، وبعدين نعمل ايه؟ لما نتأكد ان التشويح تم وان المكونات دخلت في السوى، عشان السمك ما بياخدش وقت كبير على النار، نتأكد ان الخضار دخل في السوى كده، نستنى عليه كده دقيقة في التقليب الجميل ده مع رشة من الملح والفلفل الأسود، والتقليب تاني
ريحته حلوه جدا. بنرجع السمك مره ثانيه ونسيب السمك على نار متوسطه يكمل التسويه بتاعته اللي هي اصلا مش تحتاج بقى اكتر من كمان 10 دقائق مثلا. نفرد كده، ناخد بقى قطع السمك ونحطها هنا. كده انا جاهز انه انا اضيف كمية بسيطة جدا من السائل. واغطي الخليط ده مع بعضه كده، ويبقى انا كده خلصت وصفه المكريل بالبسله والجزر والبطاطس. يلا بينا نغطي الطاسه. يلا هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد فاصل، علشان بعد الفاصل هنرجع نبص ونشقر على الشعريه، وانا دلوقتي هوطي على المكريل بالبسله والجزر ونتكلم عن المكريل بالهريسه شكله عامل ازاي وهنطبخه ازاي. استنوا. يا اهلا وسهلا بيكم مره تانية، رجعنا من الفاصل. قبل الفاصل عملنا الشعريه، وفي الفاصل اللي بعديه عملنا المكريل بالبسله والجزر. دلوقتي انا هعمل مكريل بالهريسه والزيتون. تعالوا نشوف ازاي هنعمل المكريل ده، ازاي هنعمل الوصفه اللطيفه السهله دي. يلا بينا. المقادير كالتالي، يلا بينا. سمك مكريل بالهريسه، عايزين سمك مكريل، هم سمكتين في الحقيقه، احنا استخدمنا سمكتين في الوصفه اللي قبليهم. وعايزين هريسه حاره، كوبايه طماطم مبشوره، كوبايه ثوم، قصدي معلقتين ثوم مفروم، كزبره ناشفه، كمون وزيتون اخضر، ملح وفلفل وزيت زيتون. يلا بقى نشوف ازاي هنعمل الوصفه دي. يلا بينا. هاجي هنا عندي سمكتين، هنجيب سكينه و هنقطع السمكتين بنفس الطريقه. هقطع السمكتين جزل، بس المرة دي هقطعهم أكبر بشويتين، يعني هقطع السمكة على ثلاثة. فهاجي هنا كده يلا، يبقى كل سمكة هتتقطع على ثلاثة. وهاجي هنا خدت السمكتين قطعت كل واحدة فيهم على ثلاثة. هاجي هنا هحط زيت في الطاسة وهجيب الملح والفلفل الاسود وهتبل السمك بالملح وبالفلفل الاسود. حلو جدا. قرب مني بقيه المقادير والمكونات، وناخد الكزبره والكمون. نبص هنا على الزيت، نعمل ايه بقى؟ نجيب السمك نلفه كده عشان لو ما كانش جاي عليه ملح وفلفل اسود من احد الجوانب، وناخد السمك ننزل بيه هنا في الزيت. ونحرك الطاسة كده. ننزل عليه بالثوم من فوق. نديه تقليبة. وناخد الكزبرة والكمون والطماطم المبشورة انا ليه بقلب كده؟ بحاول قدر المستطاع ما امسكش السمك بالمساكة عشان المساكة ما تهريهوش. هحط الزيتون والهريسة ندي كده تقليبة للسمك تاني.
وايه ممكن بس بسباتولا كده ننزل البقايا اللي موجوده على حواف الطاسه اللي احنا بنستخدمها دي. محتاج كميه صغيره جدا من السائل، ميه، حاجه بسيطه كده، مقدار 3 معالق ميه بس، تقليبه كده خفيفه، ملح وفلفل تاني عشان مقيت المكونات اللي احنا ما تبلناهاش، مع رشه الفلفل الاسود. اللي محتاجينه دلوقتي هو انه احنا نغطي الخليط ده، بس قبل ما نغطي لازم نوطي درجه الحراره قدر المستطاع، بس خليها كده درجه حراره تحت المتوسطه. ونجيب ورق الفويل ونغطي الخليط. شايفين وصفات سهله جدا وبسيطه بس طعمها عبقري. عايز تجربوا الوصفات دي بالطريقه دي. يلا قفلنا اهو خلاص، وطينا كمان درجه الحراره. ممكن نفتح نشقر على الشعريه قبل ما ناخد فاصل يا طه، نشوف اخبارها ايه وشكلها عامل ازاي. الشعريه تمام، مستويه وطريه وجميله. وكمان ممكن نفتح نشقر على السمكه اللي بالبسله والجزر. الله عليها، دي كمان جاهزه للتقديم. حطها لك هنا كده يا طه، بص عليها قبل ما نطلع فاصل. طيب دلوقتي احنا حطينا على النار هنا السمكه في الوك اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، اللي طه جايبه لكم. دي السمكه الماكريل اللي بالبسله والجزر والبطاطس، استوت لانه السمك ما بياخدش وقت كبير في التسويه، فهي جاهزه للتقديم. انا طلعتها وسايبها قدام حضراتكم تستهدى سنه على ما نقدمها. والشعريه استوت في نفس الوقت، حاطين على النار السمكه الثانيه اللي بالهريسه الحاره. هناخد فاصل، بعد الفاصل هنرجع لحضراتكم نشوف السمكه اللي بالهريسه، نغرف الشعريه ونقدم السمكه اللي بالبسله والجزر. استنونا. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. رجعنا من الفاصل، كنا بنقلب الشعريه، فتحت على السمكه اللي بالهريسه والزيتون، استوت وبقت زي الفل. تعالوا بقى نغرف سفره النهارده ونشوف هنقدمها ازاي. هاجي هنا كده اخد الشعريه واجي في الطبق، طبق الشعريه كده يبقى طبق، ولا هو طبق مسطح قوي ولا طبق غويط. الشعريه ريحتها حلوه جدا. حلو جدا. دلوقتي تعالوا بقى نروح نغرف انواع السمك المختلفه اللي احنا عملناها، او اقصد الاشكال المختلفه من نوع السمك الواحد اللي هو الماكريل اللي احنا اشتغلنا عليه النهارده. يلا هنيجي كده هنا ناخد السمك اللي بالهريسه والزيتون، ننزل بيه كده. الله على ريحته، ريحة الزيتون مع الهريسة وريحة طبعا السمك في الحقيقة في الأصل، عاملة ريحة حلوة جدا، عاملة كده إيه تناغم خطير. هاجي هنا بشيل السمك
المكريل اللي انا مسويه مع البسله والجزر من الطاسه اللي كان بيستوي فيها، وهاجي هنا اروح واخد خلطه البسله والجزر دي واروح نازل بيها هنا في الطبق. حلو. واجيب منديل كده واتاكد من ان الطبق نضيف. وبعدين اروح جاي واخد قطع السمك حاططها هنا فوق خلطة البطاطس، خلطة البطاطس اللي بالبسلة والجزر، خطيرة طعمها هيكون خطير. عشان كده أنا برشح لحضراتكم إن أنتوا لازم تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا على ضمانتي. دي وصفة المكريل بالبطاطس والبسلة والجزر. النهاردة إحنا عملنا وصفتين من نفس السمك أو من نفس نوع السمك. عملنا وصفة المكريل بالبطاطس والجزر زي اللي حضراتكم شايفينها قدامكم دي، وعملنا كمان وصفة المكريل بالهريسة والزيتون، والوصفتين دول إحنا قدمناهم مع الشعرية. دي كانت حلقة النهاردة، ودي كانت وصفات النهاردة، سهلة جدا وبسيطة وبمكون واحد بس، هو سمكة المكريل. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم النهاردة. عايزكم تدخلوا على صفحة البرنامج على فيسبوك لقمة هنية، تقولوا لنا عايزين إيه في الأيام القادمة وصفات. استناكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. استنوا.